السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشهر مبارك، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. في هذا اليوم في الثلث الأول، يمكن قضاء الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، نحتفل هنا في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان وفرعها في مصر اللي هو مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية. نحتفل بزيارة الإخوة أولادنا وبناتنا وأحبائنا من الفنانين اليمنيين الذين نعتز بهم وبنشاطهم المتميز في جمهورية مصر العربية. طبعا تابعنا مسلسل جميلة، والواقع لم نكن نتخيل أن يكون المسلسل بهذا الإخراج. كنا نتابع وكأننا في مدينة صنعاء، الإخراج ويعني إيجاد البيئة اليمنية في هذا المسلسل كان مفاجأة للجميع، ولكن كانت مفاجأة سارة، وكان التمثيل رائع جدا والإخراج رائع أكثر من رائع، والممثلون كلهم متميزون ويشرفون اليمن ويشرفون خاصة في مصر بلد السينما والإخراج، ولكن الإخراج كان متميز ورائع جدا جدا. وزيارتهم اليوم للمؤسسة لزيارة مرضى السرطان الذين وفدوا من اليمن، هذه زيارة خير وبركة، يعني رفعوا من الروح المعنوية للمرضى، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتهم، فشكرا لهم كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.